وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ المجاهد إسماعيل هنية إلى الجزائر بدعوة رسمية من الرئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمشاركة في احتفالات الجزائر في عيد استقلالها 60. حماس تقدر هذه الدعوة من الرئيس الجزائري بأن تكون المقاومة الفلسطينية حاضرة في هذه الاحتفالات، لأننا كشعب فلسطيني ومقاومة وحركة حماس نستلهم التجربة الجزائرية في النضال ضد الاستعمار الفرنسي، وكيف أن حالة النضال التي خاضها الشعب الجزائري موحدا ضد الاستعمار الفرنسي أنجزت في النهاية استقلالا كريما وعزيزا. كما نقدر الدور القومي والعروبي للجزائر حكومة ورئاسة وشعبا في مواجهة المخاطر التي تمر بها القضية الفلسطينية